بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع درس المفعول به وعلاماته إعرابه. ما دام هنتكلم عن المفعول به يبقى لازم نتكلم عن الجملة الفعلية. الجملة الفعلية بتتكون من أركان أساسية، هي إيه؟ الفعل، وهو الذي تبدأ به الجملة، والفاعل، والفاعل هو الذي قام بالفعل، الفاعل هو الذي فعل الفعل وقام به، مثل كلمة المعلم في جملة يشرح المعلم الدرس. يبقى أنا عندي الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، مثل كلمة الدرس في جملة يشرح المعلم الدرس. يشرح من اللي يشرح المعلم، يبقى المعلم فعل، هيشرح إيه؟ هيشرح الدرس، يبقى الدرس مفعول به. تعريف المفعول به، ما هو المفعول به؟ هو من وقع عليه الفعل. هنجيب بعض الأمثلة. كتب التلميذ القصة، يبقى القصة هي وقعت عليها الكتابة، إذن فهي المفعول به. شرح المعلم الدرس، الدرس هو الذي وقع عليه الشرح، إذن فهو المفعول به. رسم الطالب الخريطة، الخريطة هي التي وقع عليها الرسم، إذن فهو المفعول به. يبقى إذن المفعول به أعزائي التلاميذ تعريفه هو من وقع عليه الفعل. إعرابه، نعربه إزاي؟ المفعول به يا أعزائي دائما منصوب، المفعول به دائما منصوب، مقولة أساسية نحفظها، المفعول به دائما منصوب، فلا يخطئ أحدنا ويقول مفعول به مرفوع أو مفعول به مجرور، المفعول به دائما منصوب، ولكن حسب حالة النصب، فقد يكون منصوب بالفتحة، وقد يكون منصوب بالياء، وقد يكون منصوب بالكسرة، مرة يتنصب بالفتحة، ومرة يتنصب بالياء، ومرة يتنصب بالكسرة، المهم إن هو دائما إيه؟ منصوب. النصب بالفتحة إذا كان مفرد أو جمع تكسير، يبقى لو كان مفرد أو جمع تكسير يتعرف بالإيه؟ يتنصب بالإيه؟ بالفتحة. النصب بالياء لو كان مثنى أو جمع مذكر سالم على طول. النصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. وأقول بس حاجة كده، إن مفيش حاجة في اللغة العربية بتتنصب بالكسرة تاني غير جمع المؤنث السالم. الكلمة الوحيدة التي تنصب بالكسرة هي إذا كانت جمع مؤنث سالم. أمثلة، الأمثلة هي اللي هتثبت القاعدة في دماغنا، ونعيد القاعدة تاني ونقول إن المفعول به أعزائي التلاميذ دائما منصوب، لكن مرة يجي منصوب بالفتحة، ومرة يجي منصوب بالكسرة، ومرة يجي منصوب بالياء. الأمثلة هي اللي هتثبت القاعدة في أذهاننا. المثال الأول، كتب التلميذ الدرس. كتب هنا فعل الماضي، والتلميذ فاعل مرفوع بالضمة، والدرس نعرف كلمة الدرس نقول عليها مفعول به منصوب بالفتحة لأنه إيه؟ مفرد، درس واحد. رأيت المعلمين، رأى فعل الماضي والتاء تاء الفاعل، والمعلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه إيه؟ لأنه جمع مذكر سالم. رسمت التلميذة شجرتين، كلمة شجرتين هنا مفعول به منصوب بالياء لأنه إيه؟ لأنه مثنى، شجرة وشجرة شجرتين. رسم فعل الماضي والتاء تاء الفاعل وشجرتين مفعول به منصوب بالياء لأنه إيه؟ لأنه مثنى. زرع الفلاح الحقل، زرع فعل الماضي والفلاح فاعل مرفوع بالضمة، والحقل من يعرف كلمة الحقل؟ مفعول به منصوب بالفتحة لأنه مفرد، حقل واحد. شاهد الجنود، شاهدت الجنود في الميدان، في الميدان. شاهد فعل الماضي والتاء تاء الفاعل والجنود، ايوه، مفعول به منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير، يبقى يتنصب بالفتحة لو كان مفرد ولو كان جمع تكسير. كرم المدير المتفوقات، كرم المدير المتفوقات، كرم فعل الماضي، من اللي كرم المدير يبقى هو الفاعل، والمتفوقات هنا تعرب ايه؟ ايوه، مفعول به منصوب بالكسرة، منصوب ايه؟ بالكسرة. خلي بالك من كلمة منصوب بالكسرة دي، لانه جمع مؤنث سالم، واتفقنا معا ان الشيء الوحيد الذي ينصب بالكسرة في اللغة العربية هو جمع المؤنث السالم. خلاصة الدرس اعزائي التلاميذ، المفعول به دائما منصوب، مرة يكون منصوب بالفتحة إذا كان مفرد وإذا كان جمع تكسير، ومرة يكون منصوب بالياء إذا كان إيه؟ أيوة، إذا كان مثنى وإذا كان جمع مذكر سالم، ومرة يكون منصوب بالكسرة إذا كان إيه؟ أيوة، جمع مؤنث سالم. ما ننساش وما نغلطش ونقول، يعني لا نريد أن يخطئ أحدنا ويقول أن المفعول به مرفوع أو مفعول به مجرور، المفعول به يا أعزائي دائما منصوب، المفعول به دائما منصوب. اعرف ما تحتوي خط في الجمل التالية، شرحت المعلمة الدرس. طيب
طيب شرح فعل الماضي والتأتأة التأنيث والمعلمة فاعل مرفوع بالضمة. مين يعرف كلمة الدرس؟ أيوة فكر فكر فكر. نقول ممتاز، الدرس مفعول به منصوب بالفتحة لأنه إيه؟ لأنه مفرد. أخذ المتفوقان الجائزتين. نعرف كلمة الجائزتين؟ لا، نجيب الجملة كلها من أولها يا أستاذ، نجيب الجملة. أخذ فعل الماضي، المتفوقان فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، الجائزتين مثنى أهو، أيوة، مفعول به منصوب بالياء لأنه إيه؟ لأنه مثنى. أحب الصالحين ولست منهم، الله، البيت شعر جميل للإمام الشافعي، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بحبهم الشفاعة. أحب هنا فعل، أحب فعل مضارع، والفعل ده من مستتر تقديره أنا، أنا الذي أحب. أحب الصالحين، مين يعرب لي كلمة الصالحين؟ أيوة، مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع إيه؟ جمع مذكر سالم. اختر علامة الإعراب الصحيحة فيما يلي. سؤال جميل ممكن يجي في الامتحان ويقول اختر علامة الإعراب الصحيحة فيما يلي. بنى القدماء الأهرامات. كلمة الأهرامات دي، كلمة الأهرامات اللي باللون الأحمر اللي قدامنا مفعول به، عارفين إن هي مفعول به ومنصوب، وعارفين إن هي منصوب، بس علامة نصبه إيه؟ الياء ولا الفتحة ولا الكسرة؟ نفكر كده. كلمة الأهرامات خلي بالك دي إيه؟ أيوة، مين يقول؟ مفرد ولا جمع مذكر سالم ولا مؤنث؟ أيوه جمع مؤنث سالم. وما دامت جمع مؤنث سالم فلا بد أن تنصب بإيه؟ أيوه بالكسرة، ممتاز. يبقى الأهرامات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر. أتقن العمال العمل. كلمة العمل هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيه؟ يا ترى الياء ولا الفتحة ولا الكسرة؟ مين يفكر؟ مين يقول؟ صح، ممتاز، الفتحة لأنه مفرد. يزور السائحون المعابد. المعابد هنا مفعول به منصوب علامة نصب ايه؟ الياء ولا الكسرة ولا الفتحة؟ مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ ها؟ المعابد هنا جمع تكسير فلا بد ان تكون منصوبة بالايه؟ بالفتحة، صح، ممتاز. يبقى المعابد مفعول به منصوب بالفتحة. طيب ذاكر محمد الدرسين. الدرسين هنا مفعول به منصوب علامة نصب ايه؟ علامة نصب ايه؟ الياء ولا الفتحة ولا الكسرة؟ الدرسين هنا مثنى يبقى لازم تكون منصوبة بايه؟ ايوه صح، ممتاز، فتح الله عليك انها كلمة الياء. إذن فكلمة الدرسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا الحالي، ومع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.